اهلا بحضراتكم من جديد. يعني انا سبت موضوع اللي انتوا بتسالوا عليه وطبعا قالب السوشيال ميديا وشاغل برضو جماهير النادي الاهلي. في بكره دخول جماهيري ولا مفيش؟ الجماهير كلها عايزه تساند النادي الاهلي، بس جماهير النادي الاهلي كام يا جماعه؟ عارفين كام جماهير النادي الاهلي؟ جماهير النادي الاهلي ما شاء الله يعني بالملايين. ف لو قلنا في جماهير بكره يعني كم مليون هيروح؟ طب لو قلنا مفيش جماهير بكره اكيد الناس هتزعل، بس طالما في تأكدوا الكلام ده، خدوه على مسؤولية الشخصية. طالما في أي حاجة في إيد الناس المسؤولة إن هي تفرح جماهير النادي الأهلي أو إن هي تلبي طلب من طلبات جماهير النادي الأهلي، أقسم لكم بالله ما بتأخروا. أيا كان مين مسؤولين، عشان بس ما أنا عارف في ناس تبقى قاعدة على الكلمة، أيا كان مين مسؤول. لكن لما الموضوع بيبقى صعب قوي أو الموضوع بيبقى خارج نطاق النادي الأهلي أو خارج إيديه، أكيد الموضوع مش هيبقى في إيديه، فأكيد بيبقى يعني غصب عنهم بيقولوا لأ. لكن إن شاء الله يعني مش هيزعلوكم، يعني ان شاء الله مش هيزعلوا جماهير النادي الاهلي طالما الموضوع في الامكان، لكن يعني بالراحه. فان شاء الله كل التوفيق لجماهير النادي الاهلي انها تقف ورا ناديها. انا عارف روحكم، وعارف طلعوا كل الشحنات اللي انتوا عايزينها، لكن سيبوا شويه كده للجماهير للعيبه. اللعيبه مشحونه، اللعيبه مضغوطه، خصوصا بعد تصريحات الناس بتوع الترجي. اللعيبه فيها كميه شحن وكميه غل. انا كان نفسي بصراحه يعني تسيبوهم، لكن طبعا مش هنلاقي احلى واجمل من منظر استاد التتش وهو مليان باللون الاحمر والاغاني بتاعتكم والقوه اللي بتدوها لعيبه النادي الاهلي. ان شاء الله صوتكم هيزلزل استاد التتش. ارحب بالنجم الجميل، نجم مصر والنادي الاهلي، كابتن ياسر ريان. اهلا بيك، منور الدنيا ودايما بسعد بيك. الله يخليك. فين الكرافات؟ لما لقيتك مش لابس قلت خلاص بقى. ايه عايز تقول حاجه؟ يعني انت اتكلمت في، لا انت، ما انت اللي انت هتساله الاسئله انت اتكلمت فيها اصلا. يعني عامه قبل ما نطلع معاك على الهوا اتكلمت في حاجات تخصنا كنادي اهلي، سواء شريف اكرامي او فرقه الترجي او لعيبه النادي الاهلي، كل ده. بس برضه لازم يبقى يعني لازم اتكلم على موضوع شريف اكرامي. يعني انا مش عايز اقول لك احنا اللي بيتكلم في النقط اللي هي بتاع شريف اكرام اللي بيخطا وبيغلط، دي اصلا ورده في كره القدم. مش همسك انا ودولت مش من اللي بيحبوا النادي الاهلي، عشان تبقى انت عارف. يعني دولت اللي هم عايزين النادي الاهلي اصلا يقع. ليه؟ انت ما جبت حاجات وانت على الهوا من شويه في الاخبار، جبت اعظم حراس مرمى في العالم بيدخل فيهم اجوان، وما فيش حد بيعلق عليها. بالعكس، المدير الفني بيطلع ويسلم زي ما كابتن حسام بدر قام من على الدكه واتكلم بشريف. ده وضع ورده في كره القدم. لكن اللي انا اتكلم على خطا حارس مرمى بالحجم ده كله، ده انت كده بتوقعني انا كنادي اهلي مش كشريف اكرام. الدوري بيحصل فيه اخطاء كتير، دوري المصري، وبيحصل اخطاء كتير قوي في الدوريات العالميه كلها. هنيجي على خطا حارس مرمى ورده اللي تحصل منه، وانت وعارف الخطا ده حصل ليه اصلا. يعني انت بتشوف واحد في حبه النادي الاهلي وشاف النتيجه مش في صالحه، عايز بسرعه ياخد الكره ويلعب. ورده اللي هو يخطئ، يعني هو مش بيعملها، وما فيش حارس مرمى عايز يخطا اصلا. اكيد يعني. والخطا يا كابتن ميدو كمان الخطا وارد زي ما احنا بنقول، عشان تجيب بايده حلوه. لان انت قلت التبرير انت بررته ده حلو قوي. ده حقيقه. يعني كان ممكن شريف اكرامي يطلع الكوره كده، كان ممكن يطلع يلعبها بالدماغ اساسا. هو عايز ممكن يمسكها. انا يعني برضه بنهجم، لكن مش عايزين نطول في موضوع شريف. شريف اكرامي حارس مرمى، انا بعتبره على فكره حارس مرمى مصر الاول، لاحترام لاي حارس مرمى. انا اللي بقول لك وعلى مسؤوليتي في كل حاجه. واحد عشان انا اقول شريف اكرامي كويس، واحد واخد بطوله الدوري، عشان اقول واخد احسن حارس مرمى في مصر، واخد كاس مصر، عشان اقول احسن حارس مرمى في مصر، اقل واحد داخل فيه جوان، حاجات كتير. فانا مش عايز ادخل في قصه شريف. يعني انا معاك، انا معاك، وكلام محترم جدا. هو الرد الفعل الاول يعني لما انا شفت الكره ده، في يا ابن الذين يا شريف، بس انا عندي ثقه في شريف اكرامي. هو ده الطبيعي، هو ده احساس جماهير النادي الاهلي، اللي هو لا شريف ما كانتش تدخل فيك دي، لكن احنا واثقين فيك وعارفين انت شريف اكرامي، وعارفين وعشان موقف حساس والماتش ومش عارف ايه، لكن ورده في كره القدم يعني. بالظبط. لكن طبعا مش عايزين نقعد بقى نقول يا كابتن ياسر يعني المغرضين اللي طلعوا يقولوا اصل شريف مش عارف ايه. طبيعي، يعني كلام ما ينفعش، ما يصحش ان انا اقوله بصراحه. هتلاقي شفت الماتش ازاي؟ يعني طلعت بيه، يعني طلعت بايه من الماتش ده؟ لا انا على فكره النتيجه بالنسبه لي مش مفاجاه. عادي جدا مع لعيبه النادي الاهلي، مع الضغط اللي موجود من الجماهير، مع حاجات كتير. فرقه زي اللي انت هتشوفه برضه في تونس اللي احنا شفناه النهارده، انت هتعكس الموضوع ده وهفكرك في تونس، هتلاقي الموضوع مختلف. تمام. ليه بقى؟
هتلاقي فرقه الترجي زي ما انت شايفها كانت المباراه كانت بتلعب بطريقه دفاعيه، بتلعب على هجمه مرتده، تمام. بتلعب بطريقه هاديه. بكل ده مع النادي الاهلي الامور بتبقى طبيعي. لعيبه النادي الاهلي كانت المباراه بالنسبه لهم صعبه، هو عايز يكسب اكبر نتيجه. الهدف اللي جالنا بدري ده برضو من الاهداف اللي يعني كانت المفروض كنا نحافظ عليها مفيش شك، بس برضو الاخطاء الدفاعيه اللي حصلت مننا، وده وارده برضو في كره القدم اللي ممكن يحصل خطا دفاعي. لكن المباراه مجمله بالنسبه لي عادي جدا. مباراه انا بعتبرها المباراه على شوطين، الشوط الاولاني يبقى في القاهره او في تونس مش فارقه معايا على فكره، احنا كلاعيبه نادي الاهلي انا بكلمك في موقف لعيبه النادي الاهلي. المباراه بالنسبه لنا احنا المباراه اتلعبت هنا شوط اتلعب خلص 2-2 عادي جدا. انا كنت كسبان وتعادلت، كنت خسران وتعادلت، مش فارقه معايا ايا كانت النتيجه. لكن في الاول وفي الاخر انا لعبت شوط اول في القاهره، الشوط الثاني بالنسبه لي هناك، وده الاصعب من الحوارات اللي دارت مع اللعيبه تونس ومع المدير الفني بنزرتي. كل ده على فكره هم قلقانين اكتر ما احنا اصلا قلقانين، فده لعيبه النادي الاهلي اعتقد الفتره اللي جايه هتاخد ده لينا احنا مش علينا، وخاصه فرقه الترجي والفرق التونسيه عامه بتقلق من النادي الاهلي، وخاصه لما بيبقى متعادل في القاهره بيبقى قلقان جدا بالزبط. فده حاجات كتير جدا في صالح لعيبه النادي الاهلي، ولعيبه النادي الاهلي مش محتاجه الموقف اللي احنا فيه، هم عارفين الموقف اللي احنا فيه، هم اللي حطونا فيه اللعيبه، وهم اللي ان شاء الله باذن الله ودي امكانيات لعيبه النادي الاهلي. عشان كده بقول لك انا مش فارقه معايا هلعب شوط هنا شوط هناك. احنا ياما خدنا، انا عن نفسي واخد بطوله او بطولتين في تونس نفسها. يعني من الفرق من الدول اللي هي برضه بتحب تلعب كوره هناك كويسه، ملاعبهم كويسه، جمهورهم ناس محترم ايا كان، زي جمهورنا بالظبط، زي ما هم جمهور مصر بيحبوا الكوره، جمهور التونس بيحبوا الكوره. اكيد. وكمان هم فرقه كمان اذا كانت بتهاجمك هنا، يعني مش فرقه اللي هي بتعمل بقى تكتلات دفاعيه يعني موضوع بس ممكن ولا هو البنزرتي دماغه ممكن تختلف يا كابتن ياسر، ان انا ما استناش ان انا اطلع درو او 1-1 او 2-2. بص انا قلت لك ممكن بقى هاجم واضغط، وده يبقى في مصلحتنا ده ان هو يلاقي مساحات للاختيارات اللي الكابتن حسام بدر يختارها. ما فيش شك بس نتيجه القرار هنا هي مساعده اللي هو يطلع يتكلم ومساعده اللي، بس هو في نفس الوقت من جواه قلقان انا متاكد. ما هو في مين ما يقلقش من لا لا، لو مدير فني 2-2 بالنسبه له هو، لكن مع النادي الاهلي صعب. مع لعيبه النادي الاهلي، مع تركيز لعيبه النادي الاهلي، مع تركيز الجهاز الفني من بعد ثاني يوم المباراه، اعتقد لعيبه النادي الاهلي عارفه المباراه هناك مش هتعدي بسهوله ان شاء الله باذن الله تكون في صالح النادي الاهلي. وزي ما عودونا واحنا عودنا جمهورنا وحتى واحنا بنلعب اللي فيه مواقف صعبه بيبان فيها معدن لعيبه النادي الاهلي. اكيد اكيد. يعني هو كان طلع تصريح كابتن فوزي البنزرتي قال لك انا مش قلقان، مفيش ابو تريكه. هو يعني الراجل في ناس فهمت التصريح غلط، لكن ممكن ترد عليه تقول له ايه؟ لا، النادي الاهلي مش ابو تريكه، احنا بنلعب باسم كيان. ابو تريكه اعتزل، جبنا بطولات، لعيبه كتير قوي عملت، كل واحد ابو تريكه مش بنتكلمش على امكانيات ابو تريكه، ابو تريكه من اللعيبه اللي لها زي ما بيقولوا جولات في مصر سواء مع المنتخب ولا في مع النادي الاهلي، لكن هو فرد من ضمن الكيان اللي كان موجود. في زي ما بنتكلم على ابو تريكه بنتكلم على بركات، بنتكلم على كابتن خطيب، بنتكلم على جيل كابتن حسام حسن، على جيل اللي احنا كنا موجودين فيه مع الكابتن حسام. لا، في اجيال مساله النادي الاهلي. أكيد. والجيل الموجود دلوقتي جيل محترم. أكيد. من اول شريف كرامي لراس الحرب عندنا شريف صالح جمعه، في عبد الله السعيد كتير. انا مش عايز، انا عشان انا هنسى يعني، انا هنسى في لعيبه كتير من نوم سرد باكين للباكات للافاط للفراوده، عندنا كم من اللعيبه موجوده وعندنا اللي يقلق. ولو جيت تشوف الناحيه الهجوميه عندنا، لا عندنا كم، وهتشوفه من الماتش اللي جاي طبعا. هتلاقي يعني ممكن تلاقي ان شاء الله باذن الله سعد سمير ولا سيرد باك هو اللي جاب لك جون، ده من ده روح النادي الاهلي. فانا مش عايز اتكلم حد بعينه، لكن هو اللي هو يطلع تصريح. خلي بالك هو اشمعنى التصريح ده قاله؟ انت ما رجعتش، لا لازم ترجع ليه التصريح بتاعه، مش تصريح يقلق نفسه يقلقه هو بالزبط. مش يقلقني انا، عشان هو عارف هو بيقول حاجه يتمنى اللي ما يبقاش ابو تريك، لكن انت في الماتش ان شاء الله تلاقي 10 ابو تريك ان شاء الله. ان شاء الله. يعني يا كابتن فوزي لو انت مش قلقان، من كابتن ياسر بيقول طبعا اكيد انت قلقان، لو مش قلقان اقلق، لان النادي الاهلي زي ما قال الكابتن ياسر في من اول شريف اكرامي يعني خاف من سعد سمير، خاف من رامي، خاف من صالح، خاف من عبد الله، خاف من وليد، خاف من ازارو، خاف من اجاييه، خاف من يعني خاف من الفريق كله. فان شاء الله مباراه يعني حياه وموت بالنسبه للنادي الاهلي، فلازم تخاف. كابتن انت لازم تعرف ان المواقف دي احنا بنلعب منها كتير قوي، وخاصه في الدول العربيه. احنا بنلعب الرجاء المغربي
في الرجاء لازم نكسب الرجاء، ما ينفعش التعادل كمان، ما ينفعش التعادل. انا بديك بس نبذه كده عن تاريخ النادي الاهلي اللي فيهم في ناس كتير قوي ممكن يكون مش واخدين بالهم، لابد لازم نكسب الرجاء، ما ينفعش نتعادل. كسبنا الرجاء في الرجاء 2-0 2-0 كان هيك سمير كمونة وهادي خشب. انا بديك مواقف ايه وكتير. عماد متعب في البطوله الافريقيه الاخيره في اخر دقيقه ولا في الدقيقه الثانيه من الوقت الضايع عماد متعب، هتلاقي يعني هو اللي يقلق على فكره، وكمان ويقلق من غضب لعيبه النادي الاهلي وهم خسرانين او حاسين اللي هم في موقف صعب قوي، تقلق منه يا رب. ده بامانه انا ده احساسي يا رب، قلق وثقه في نفس الوقت. اه طبعا انا واثق تماما على فكره، واثق تماما في المباراه. انت على فكره انت لو جيت بصيت على المباراه احنا نكسب مش 3-4 احنا يعني، بس ايه وارده في كره القدم برضه. كان معاك كابتن شطه وقال المباراه كان فيها اخطاء تحكيميه وادت فعلا للنادي الاهلي يخرج بهذه النتيجه السلبيه. سيء، حكم سيء والله، مش حكم يجي في الادوار دي يضيع تعب فرقه كامله. انا بكلم الكابتن شطه قال لي والله احنا بنقعد نجهز في الحكام وبنقعد، بس يعني وارد وارده في كره القدم ودي وارد. بتبقى امكانيات فنيه بالنسبه لك. كبير بيبقى مكتوب عليه كده، الحكم بيبقى جاي منتشي قوي، يعني انا بقى هفرض عضلاتي على الاهلي، بس الاهلي ده بطل افريقيا وبطل العرب وبطل وبطل، انا بقى لازم انا مش لا بس خلي بالك ده الوقفه نفسها بتاعته في في الماتش واقفه بيقف غلط، سيبك من اللي هو انا احكم خطا او غلط، لكن اللي انا اقف في اماكن انا مش شايف الكره فيها ما ينفعش، بعيده قوي يعني. بالظبط. يعني قول لي ازاي الاهلي يقدر يكرر سيناريو 2012 يا كابتن ياسر؟ بص اولا تثبيت الفرقه اللي لعبت اخر مباراه، عشان ما نقعدش بسمع التحاليل كتير قوي في بعض الاستوديو اللي عايزين نلعب بفلان، لا ما ينفعش في المباراه اللي زي دي. في تغيير هيحصل انا اعتقد لكابتن حسام، بس مش تغيير اللي هو مثلا نغير 3-4 لعيب، لا 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 اكيد لا. انت هتغير واحد او اثنين بالكتير. ليه؟ انا هغير بس من الشكل بتاعي بتاع اللعب بتاع اللي هناك. انا مش هينفع بنفس اللعيبه او بنفس اللي انا لعبت بيه هنا، اعتقد الوضع مختلف. ليه؟ النتيجه انا كنادي اهلي مش مساعداني هنا في القاهره، خلينا برضو واقعيين. فانا طبيعي اللي كابتن حسام اعتقد يعني واحد زي صالح جمعه ممكن نبتدي بيه بنسبه كبيره. على حساب مين؟ على حساب اعتقد واحد من الاثنين، السولية او حسام عاشور، واعتقد اللي هو السولية اكتر. ليه؟ انا برضو محتاج الجزء الهجومي ده عندي يبقى كويس. ليه؟ على فكره هي اللي بيمتاز بيه لعيبه الترجي اللي هو بينقل كره كتير، ما بيزهقش، باردين بلغه الكوره بالظبط، بارد جدا. فانا في الموقف اللي زي ده هو لما هو بس في نفس الوقت هو عامل حسابه، هو يقول لك انا ممكن اجور لعيبه النادي الاهلي، فانا عايز في الماتش اللي زي ده بقدر الامكان عايز عبد الله السعيد يبقى موجود، عايز صالح، انا وجهه نظر انا كياسر كنا بنتكلم في الكلام ده قبل الماتش اللي ايوه، عايز صالح جمعه موجود، عايز عبد الله السعيد يبقى موجود، عايز اجيب موجود، العب بديفندرين لا ممكن العب بحسام عاشور ثابت وقدامه صالح وعبد الله السعيد بالظبط، وده اللي وده اعتقد اللي كابتن حسام بيفكر في دي، واجاي ووليد سليمان وازارو قدام. التشكيل ده اعتقد مناسب، منه صالح جمعه على فكره في الناحيه الدفاعيه بتلاقيه ومدافع، وفي الناحيه الهجوميه هتلاقيه، ولو هو ايوه كنت لسه اقول واللي هيتعب فيهم هيبدل مع عبد الله، يعني لو واحد منهم هينزل بالزبط. ودي مش صعبه، ودي عندك اجاي بينزل، عندك وليد سليمان بينزل، عندك ازارو بينزل، وعندك سرعات، وليد سريع، ازارو سريع، اجاي سريع، عبد الله السريع، عبد الله السعيد سريع، يعني انا عندي سرعات وعندي لعيب الكوره منهم عبد الله السعيد وصالح جمعه، دي فيها توازن بين الدفاع والهجوم. عشان كده هتيجي تبص هتلاقي المباراه بالنسبه لنا هناك بقول لك مباراه هتبقى هو بالنسبه له اللي هو بنزرتي بيبص اللي هو برضه خايف للنادي الاهلي يحرز اي هدف في اي وقت، هو هتلاقيه برضه عايز يهاجم النادي الاهلي في اول ربع ساعه، يقول لك برضه انا واخطف جون برضه، يبقى انا بقى بحاول ايه امتص حماس لعيبه النادي الاهلي. لكن المباراه بالنسبه له انا بقول لك مباراه صعبه لعيبه النادي الاهلي، قلت لك وهي في زي ما نقول كلمه غضب، يعني الناس ما تاخدهاش بمعنى الغضب بتاعنا بغضب الكوره، لا بيبقوا صعبين جدا. التاريخ بيقول كده، انا مش بتكلم انا من فراغ، تاريخ الكوره بيقول كده، تاريخ في النادي الاهلي اي مباراه بتبقى صعبه وخاصه بنلعبها بره القاهره او بره مصر بتبقى صعبه على الفريق الاخر، فدي بيبقى ودي من مميزات النادي الاهلي. عشان كده بقول لك انا والله ما قلقان، عادي جدا، احنا لعبنا شوطين، شوط كان في القاهره، وممكن على فكره كنت تلعب هناك وتتعادل 2-2 وتيجي تلاقيها ضربت صار هنا. ده بالعكس دي بتدي لعيبه النادي الاهلي، ده سيناريو 2012 بالظبط، وبتدي لعيبه النادي الاهلي خلي بالك بتدي له يعني بتدي له زي انذار او تحذير. ده السؤال اللي كنت هساله لك،
يعني تفتكر من فضل ربنا علينا في 2012 ان احنا عملنا نفس يعني نفس السيناريو او نفس النتيجه؟ وسؤالي للجماهير برضو، يعني لما احنا نكون مزنوقين، مزنوقين باللغه العاميه، مزنوق قوي، انت تكسب، كنا ممكن نكسب هنا مثلا 2-1 ونروح هناك ندافع ويجي فينا جول. مظبوط. لكن انت رايح عشان تكسب، فدي بتحرر كمان الجهاز الفني شويه، خلاص انا ما عنديش غير حاجه واحده، ان انا اكسب وعندي هدف واحد، وان انا بقى اتعادل 3-3 بقى، وان انا يعني هو اكسب بالظبط. انا بص، لعيبه النادي الاهلي لازم تعرف خايف ان يجي فيه جول بيجي فيها جول. ايوه، لعيبه النادي الاهلي لازم تعرف التعادل مش في صالحي. اكيد عارف، ما يعني تعادل حتى لو 2-2 اكيد انا رايح اكسب. عارف لما لعيبه النادي الاهلي لما بتروح تكسب، اي فرقه لما بتروح راحه المكان عايزه تكسب خالص هتتعادل، لكن مش هتخسر. لكن لو انا رايح على التعادل، وده اللي حصل معايا زي ما انت بتقول في 2012، بتنعكس، بتبقى الامور ريلاكس، انا متعادل او كسبان بره ملعبي، يعني الفرقه هنا. وحصلت معانا كمان، احنا مع البنو الاثيوبي هنا في القاهره، ورحنا تعادلنا مع البنو الاثيوبي على فكره هناك 1-1، يعني هنا 0-0 نصعد في بطوله افريقيا، اتعادلوا معانا هنا 2-2 خرجنا. شوف البنو الاثيوبي، البنو الاثيوبي فما لهاش مقياس، وفرقه ضعيفه، فرقه بسيطه، وكان عندنا في الوقت ده فرقتين بيلعبوا مش فرقه واحده، فرقه بتلعب في البطوله العربيه في تونس والحمد لله خدنا البطوله، وفرقه بتلعب هنا بطوله افريقيا اللي هي المباراه الثانيه، وبالنسبه لنا ما كانتش صعبه وخرجنا منها. انا معاك. عايز اسالك برضو على احمد الشيخ تحديدا، شايفه ازاي؟ لا يعني احمد الشيخ ممكن يكون رقم واحد التجانس برضو لعيب، يعني في وقت من الوقت في لعيبه، ما انا هقول لك اهو، لا بس لا مهم ليه هو، ما انا هقول لك يعني ليه التجانس. هو كان في المقصه يعني النجم الاوحد، ايوه، اللي بيحرز اهداف، ايوه، اللي اللعيبه كلها بتديله الكوره، أيوة، وهو يعمل اللي هو عايزه، ايوه، حلوه ما انا بديك عشان ده، انا بديك عشان برضو اللي هو ايهاب جلال هيسيبه وانا لو معايا واحد زي احمد الشيخ بره شويه، وهو ملوش علاقه، هو كده كده عارف ان هو ممكن في لعيبه فرق تانية كده. انا كنت في المنصوره، هل الكلام ده يمشي في النادي الاهلي؟ لا ما يمشيش في النادي الاهلي، هو ده انا عايزك توضحه بقى. ليه احمد الشيخ لعيب من اللعيبه اللي هي لازم يعرف اللعب في النادي الاهلي مش سهل، هو او غيره او اي حد، انا بدي نصيحه كده، اللي عشان تحط مكانه في من ضمن ال11 في النادي الاهلي مش سهله، بس بتعب ولعب وثقه المدرب فيا وكل ده، لازم انا اعكس ثقه المدرب فيا باللعب. طب احمد الشيخ هيعرف يعمل الحته دي في ايده؟ هو لسه احمد الشيخ ما كملش معانا مع النادي الاهلي فتره طويله، بس لا هو اللعيب ستايل وشكل وحاله ورتم، هو رتم احمد الشيخ لازم اللي احنا شفناه قبل ما يمشي النادي الاهلي، هو نفس الرتم ده، هو نفس رتم المقصه اللي كان بيتفوق في المقصه بيه. لا لكن الفريق بيفرق، الاهلي عن المقصه بيفرق، المدرب عن المدرب بيفرق، الظروف بتفرق، اللعيبه اللي قاعده بتفرق، النجم الاوحد مش موجود في النادي الاهلي. عشان كده بسالك، هل احمد الشيخ هيدي نفس اللي اداه في المقصه ولا الموضوع متطلب ان هو يغير نفسه تماما؟ ده السؤال بتاعي. كويس يا كابتن. احمد الشيخ لازم، او اي لعيب في النادي الاهلي، ايه الفرق بيننا وبين اي او اللاعب اللي بيلعب في النادي الاهلي وفي اي مكان تاني؟ الروح، القلب، النجوم. ما انا بقول لك لا، انا دي خلينا، ما احنا خلاص احنا مش مختلفين على دي، لكن انا بتكلم انت عايز تلعب في النادي الاهلي لازم عندي القلب، عندي روح، عندي غيره على النادي الاهلي، عندي غل في الكوره، انا بكلمك بلغه الكوره، عندي حاجات كتير قوي بتخليني ابقى عايز ابقى موجود. ثواني، هل الحاجات دي تكتسب ولا هي بتبقى في الشخص لا تكتسب نفسه؟ تكتسب تكتسب، وخاصه انا مش في النادي، مش متربي في النادي الاهلي. الفرق بين اللعيب اللي متربي في النادي الاهلي، انا عشان بكلمك بحاجه انا وانت مرنا بيها، احنا لعبنا، انا جيت من نادي المنصوره، كنت متعود مع المنصوره اكسب ماتش واخسر ماتش والدنيا حلوه، مع النادي الاهلي ما فيش عندي حاجه غير حاجه واحده، هي المكسب. فدي اكتسبتها من لعيبه النادي الاهلي ومن روح النادي الاهلي والبطولات النادي الاهلي. الروح بتكتسب؟ اه طبعا، اه طبعا. اوكي، الروح. انا متعود في نادي مثلا ما بياخدش بطوله، عايز اقعد في الدوري، ابقى انا هيبقى عندي روح من انا متعود. عايز اضمن 20 بونت 30 بونت، لكن مع النادي الاهلي كل تمرينه في جديد ليا، كل مباراه في جديد، انا ما بشبعش، لاعبي النادي الاهلي ما بيشبعش. ما احنا خدنا، بقول لك ما نطلع بقى من بطوله افريقيا ونخسر الترجي. انا بايدك على موضوع، وما اقول لك على حاجه ونقول احنا ما احنا انا عندي بطولات. الحته دي مهمه قوي، عايزين نركز عليها شويه. حته الروح تكتسب ولا ما تكتسبش؟ سؤالي برضو للجماهير، ممكن تردوا علينا على صفحتنا على الفيسبوك، هل الروح بتكتسب ولا لا؟ انت قلت لي تكتسب، وانا كنت عايز اقول لك انا اشك. لا تكتسب، عشان انا مرض لكن بيها. لكن انا شايف حسام حسن عامل الفرقه كلها روح. طبعا هتلاقي تكتسب بالظبط، تكتسب اكيد.
اكيد في لعيبه ما كانتش كده. ما هو رتم على فكره الروح هتلاقي برضه. شوف بص على 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 كابتن حسام البدري او او الجهاز اللي معاه، لعيبه لعبت في النادي الاهلي، فهتلاقي الروح عندهم برضه مكتسبه خلاص. ففي حاجات كتير قوي اللي بتتاخد، اللي بتكتسبها ازاي؟ بحته الروح. النادي الاهلي متعود على بطولات، فهتلاقي الروح. عشان كده بقول لك النادي الاهلي ما بيشبعش. ما بيشبعش ليه؟ طب ما احنا لو احنا قلنا خلاص بقى كره مش روح، يبقى احنا نروح نعمل نتيجه مش كويسه. طب واقول انا الدولاب عندي مليان دوري وكاس وافريقيا لا. الفرق الكبيره ما بتشبعش، تبقى عايزه على طول بطولات. احنا خدنا دوري وكاس. نفسي احمد الشيخ يكتسب روح النادي الاهلي. هيكتسبها. احمد الشيخ لعيب يعني ما ينفعش حد اتنين يتكلموا في موهبته. لكن انا بقى نفسي الحته دي. هاي مش بمزاجه. ناخد تليفون ونرجع للحته دي تاني. الاستاذ محمد عراقي الناقد الرياضي باليوم السابع، اهلا بيك يا استاذ محمد. اهلا بيك يا كابتن عبد الحميد، واهلا في كابتنات ريان ومشاهدي قناه الاهلي. معلش اخرناك شويه على التليفون. لا لا خالص. يعني كنت ربنا يخليك يا رب. شاهدت النهارده تمرين النادي الاهلي تدربته الاساسيه. طبعا النهارده كنا في تمرين النهارده الصبح. النهارده تمرين يعني كان يعتبر كان تمرين اساسي للنادي الاهلي قبل مواجهه الترجي ان شاء الله يوم السبت. تمرين النهارده كان في تقسيمه يعني تراي ماتش زي تراي ماتش كده بين الفرقه الاساسيه اللي كانت بتتكلم. لا قبل ما توصف لي التمرين يا استاذ محمد، قول لي الحاجات اللي انت طلعت بيها كناقد رياضي من تدريبه النهارده، ابرز النقاط اللي لفتت نظرك النهارده في التدريب. يعني تدريبة النهارده اثبتت لي يعني اكدت ان كابتن حسام زي ما قلنا ان هو مش هيبقى في تغييرات كبيره زي ما الناس اكدت في التشكيل. تغييرات هتبقى في نطاق لعيبه واثنين بالكثير. القصه هتختلف بشكل كبير جدا في ماتش العوده. كابتن حسام بينوي بشكل كبير ان هو هيغير القصه في ماتش العوده، خصوصا ان هو جاي له انباء من تونس ان هو في تغيير برده في قصه الترجي التونسي. كابتن فوزي بن زرتي ناوي يلعب بطريقه مختلفه شويه، وحتى على مستوى اعتماده على العناصر يبقى في عناصر ثانيه ما كانش معتمد عليها في ماتش الذهاب يعتمد عليها. فده هينعكس على تشكيله الاهلي وطريقه اللعب. برده كان في حاله من التفاؤل، يعني برده رغبه اللعيبه كلامهم مع بعض حديثها مع اللعيبه هنكسب، يعني اللي هو ان شاء الله هنكسب وان احنا قادرين وان احنا كنا احسن في ماتش الذهاب وان المباراه يعني النتيجه ما كانتش معبره خالص عن سير اللقاء. فواضح ان برده في حاله كبيره جدا من التفاؤل. برضه كانت في نفس الوقت رغم ان يعني تم التاكيد ان مش هيبقى في تغييرات كبيره في التشكيل، بس في نفس الوقت برضه كان في حاله من يعني المناوره برضه. كانت تقريبا كل اللعيبه المتفردين افريقيا اللي لعبوا في التقسيمه على غير العاده. تم استضافه اللعيبه الغير مقيدين افريقيا. حلو، ما اللعيبه الغير مقيده افريقيا دي عندها من المهارات وعندها من السرعات ان هي يعني تزود حده التمرين وتزود ريتمه وتزود سرعته. مظبوط فعلا، يعني هو كان في مثلا الفرقه الاساسيه اللي هي المفروض تلعب، لعبت الفرقه اللي هي الاحتياطيه اللي هم مقيدين افريقيا، بعد كده لعبوا الفرقه اللي هي بره اللي هي غير مقيدين افريقيا خالص. تمام. فكان واضح برضو طبعا واضح النهارده كان كابتن يعني شريف اكرامي النهارده ظهر بشكل كويس جدا النهارده في التمرين، واضح ان هو خلاص تجاوز الموضوع وتجاوز الازمه، وهي دي طبعا بتبقى يعني دي عقليه لعيبه كبار. هو دي من مميزات شريف كمان يا استاذ محمد ان هو بيقف على رجليه بسرعه جدا وبيتناسى مش بينسى. زي ما انت عارف يا كابتن بتراعي كبير، انت كابتن ياسر وعارفين ان الاهلي بالذات ما فيش حاجه اسمها ان انت تبص وراك، خلاص انت ماتش الذهاب ده صحه واتقفلت، عندك ماتش عوده تقدر تعوض فيه. فهو واضح ان هو النهارده كان ظاهر بشكل كويس جدا، مؤمن زكريا برضه ظاهر بشكل كويس جدا، النهارده كان في مناوره بالثلاثه يعني كابتن حسام في حيره لذيذه في الوقت الحالي، مين اللي هيلعب في الاجنحه؟ وليد سليمان وعنده احمد الشيخ وعنده مؤمن زكريا وعنده اجاي، ففي يعني لعيبه كبار جدا بيتنافسوا على المقاعدين في التشكيله الاساسيه. ده تقريبا يعني يمكن ده اللي احنا كنا ما اتفقناش عليه. بس خلاص وليد ازارو رغم الاصابه اللي عنده رغم ان هو يعني عمل اشعه بس الحمد لله اثبت سلامته، فان شاء الله هيكون هو الهجوم. وعبد الله السعيد طبعا يعني في مركز صانع الالعاب برضه السوليه، بس في كلام ممكن هشام محمد النهارده كان في اعتماد عليه في التشكيله الاساسيه، فممكن هشام محمد يظهر بشكل اساسي على حساب حسام عاشور، وان كان اعتقد ان ده يعني هيبقى صعب شويه، ممكن برضه حسام عاشور يبتدي بفضل ان هو برضه اقوى في الناحيه الدفاعيه وان هو عنده خبره افريقيه اكبر. خط الدفاع ما فيهوش اختلاف، يبقى علي معلول واحمد فتحي وعلي معلول واحمد فتحي ورامي ربيعه وسعد سمير، ومن خلفهم طبعا كابتن شريف اكرامي. اعتقد ان يعني التشكيل مش هيبقى فيه اختلاف كبير، بالعكس ممكن بس الجناحين بس. وزي ما قلت لك كابتن موضوع طريقه اللعب، كابتن حسام جرب اكثر من طريقه لعب، كان فيه اهتمام كبير جدا بالكرات الثابته سواء من الناحيه الدفاعيه او من الناحيه الهجوميه، ده خصوصا ان احنا عارفين طبعا زي ما احنا عارفين ماتش الذهاب
الجولين اللي دخلوا في مرمى الاهلي كانوا كرات ثابته، واحد من فاول واحد ضربه ركنيه، فكان في النهارده تشديد على اللعيبه بضروره يعني البث المال في الكرات الثابته وضروره الاهتمام بيها وضروره ان احنا يعني ما نضربش تاني بالكرات الثابته في ماتش العوده. وطبعا برضو في الناحيه الهجوميه ان يبقى في استغلال ليها بشكل كبير، خصوصا ان احنا عندنا لعيبه كثيره، يعني لعيبه كثير بتقدر تستغل الكرات الثابته وتلعبها بشكل كويس. عندنا عبد الله السعيد، عندنا صالح جمعه، عندنا علي معلول، عندنا وليد كليبات. برضو كان في اهتمام يعني فقره كان على ضربات الجزاء، كل لعيبه النهارده سددت ضربات جزاء وظهروا كلهم بشكل كويس، خصوصا طبعا احنا عارفين لو في حاله التعادل 2-2 ضربات الجزاء هي اللي هتحكم او هتحدد الفريق الفائز المتاهل لدور النص النهائي. التمرين النهارده كان تمرين قوي جدا، اعتقد ان يعني في حاله كبيره جدا من التركيز والجهاز الفني مركز جدا. الجهاز الفني طبعا برضو عمل حركه او عمل حاجه برضو لتحفيز اللعيبه، ان هو يعني ابتدى يقطع لهم ماتش الترجي التونسي في نهائي افريقيا وماتش الترجي التونسي برضو في بطوله افريقيا الاهلي قدر يعوض فيهم في ماتش العوده، ان هو يبقى في حاجه تبقى زي حاجه محفزه للعيبه زي ما بيحصل في منتخب مصر. يعني دي برضو حاجه الجهاز الفني استحدثها، برضه الجهاز الفني والمحاضره النهارده حتى اتعمل محاضره بشكل يعني مختلف شويه، كان في محاضره قبل التمرين زي ما هو معتاد، كان في محاضره كمان بعد التمرين، بعد التمرين تقريبا الساعه الا ربع كان في محاضره مطوله شرح اهم مميزات وعيوب فريق الترجي ودراستهم بشكل كبير من ناحيه الفيديو، خصوصا ان احنا عارفين ان في ماتش الذهاب كان يعني في الجهاز الفني شاف اكثر من 17 مباراه لفريق الترجي، فتم برضه التاكيد بقى على اهم تحركات اللعيبه وفريق الترجي، اهم تحركات لعيبه الترجي واهم نقاط القوه فيهم واهم نقاط الضعف. فواضح ان في حاله كبيره جدا من التركيز، ان شاء الله طبعا السفر هيبقى يوم الخميس. النهارده كابتن سيد وكابتن سمير عادل وصلوا تونس لترتيب اقامه البعثه، الفرقه ان شاء الله تجمعوا في المطار الساعه 6، هيوصلوا ان شاء الله ظهر يوم الخميس ان شاء الله، يبقى في تمرين يوم الخميس على ملعب الجامعه اللي هو تابع للاتحاد التونسي، ويوم الجمعه هيتمرنوا في نفس موعد المباراه على ملعب رادس اللي هو اللقاء ان شاء الله. تمام، يعني بصراحة أنت أوفيت بكل حاجة يا أستاذ محمد. يعني قول لي كلمني، كان في لعيبة مصابة؟ كان في لعيبة حاسة بإجهاد؟ كان في لعيبة حاسة بشد؟ لا الحمد لله، يعني دلوقتي تقريبا قائمة الأهلي مكتملة ما عدا طبعا مروان محسن اللي هو طبعا هو الوحيد اللي مش جاهز، بس وليد عزارو كان عنده كدمة شديدة في الكتف، وحتى خد برضه كدمة في نفس المكان النهاردة في تمرين النهاردة، بس الحمد لله الجهاز الطبي أكد على سلامته وأكد على قدرته على اللحاق في المباراة. هو كمان حتى الوليد عنده دفعيه كبيره وعنده اصرار كبير انه يلعب المباراه، يعني هو النهارده اتخبط وما رضاش يخرج وكمل التمرينه وكمل التقسيمه مع زمايله. ميدو جابر برده كان عنده اجهاد وبرده اعتقد خلاص بقى كويس، يعني اعتقد ان القايمه مكتمله دلوقتي، وان احنا ان شاء الله يعني الاهلي هيسافر بقايمته كامله يوم الخميس باذن الله. يا رب. يعني الاجواء المحيطه باستاد تتش كان شكلها ايه؟ الاجواء المحيطه ان شاء الله ان احنا هنكسب دي الاجواء المحيطه، ودي حاجه اللي احنا ممكن ان شاء الله باذن الله نعرفها ونتفائل بيها باذن الله، ان احنا الاهلي فرقه كبيره والاهلي دايما لعيبته بتظهر في المواعيد الكبيره والمواعيد الصعبه، اعتقد ان احنا قادرين بشكل كبير ان احنا نحقق الفوز برادس زي ما حصل قبل كده مره. استاذ محمد عراقي يعني الناقد الرياضي باليوم السابع، شكرا جدا على هذه التغطيه المميزه، شكرا جدا. يعني كلم وصف التمرين، وصف المشاهدين التمرين كانهم موجودين في التمرين، اتكلم في كل التفاصيل. قال زي ما انت قلت يا كابتن ياسر قله التغييرات، قال ان ممكن الكابتن حسام بدري يغير الطريقه واحد او اثنين، يعني يغير الطريقه زي ما احنا برضه قلنا. انا توقعت كده. قال ان في روح تفاؤل بين اللعيبه، ده طبيعي جدا وده السمه اللي بتميز لعيبه النادي الاهلي عن اي نادي ثاني. قال ان الكابتن حسام مر لعيبه على ضربات الجزاء وده وارد وده طبيعي وده شيء صحي جدا. يعني اتكلم على وليد ازارو ان هو خد كدمه في كتفه وكمل التمرين وكان واخد فيها كدمه قبل كده، اتكلم على الروح برضو اللي احنا بنتكلم عن لعيبه النادي الاهلي عندها روح تحدي مش طبيعيه. انا بقول لك يا كابتن ميدو ابعد عن غضب لعيبه الاهلي وهي في الموقف دي يا رب ان شاء الله. يعني يا رب هتناقش معاك في كل الكلام ده، لكن نطلع فاصل ونرجع نتناقش مع النجم كابتن ياسر ريان فيما قاله الصحفي محمد عراقي. اهلا بحضراتكم من جديد. يعني ان شاء الله جمهوره طبعا على الحلوه والمره هيفضل معاه لغايه لما ربنا يعني يريد ان شاء الله. كابتن ياسر قبل الفاصل كان معانا الاستاذ محمد عراقي الناقد الرياضي باليوم السابع، وكان بيتكلم ان الكابتن حسام بدري ممكن يغير الطريقه، شايف ممكن يعمل ايه؟ ما انا قلت لك الطريقه اللي ممكن يتغير بقى اللي احنا كنا بنتكلم فيها انا وانت يا ميدو، اللي هو ممكن على حساب واحد من نص الملعب
حسام عاشور او عمرو السوليه، بس مش معنى كده اللي هما الاثنين من اللعيبه الاساسيه في النادي الاهلي، بس ممكن ماتش زي ده هو عايز يعمل حاجه برضو، هي مش هنقول مجازفه، بس هو ممكن يكون عايز يلعب بطريقه تانية. فاعتقد يعني مش يعني اعتقد حسام عاشور اللي ممكن يبقى موجود في الملعب ومعاه صالح جمعه، ده وجهه نظري. هل هو هيلعب بكده؟ بس ده المواد التغيير، اللي انت هتحط عبد الله، هتحط صالح جمعه مكان السليه، وهتلعب بحسام عاشور. حسام عاشور ما شاء الله بالخبرات، مش خبرات حسام عاشور في البطولات الافريقيه ومع النادي الاهلي اكتر من عمرو السليه. زائد كمان تغيير اللي انا بقول لك عليه، اللي هو ممكن يبدا بوليد سليمان ويبقى على حساب احمد الشيخ. هنيجي نبص على تشكيل لعيبه النادي الاهلي او تشكيله النادي الاهلي، هنلاقي شريف اكرام، وهنلاقي رامي ربيع وسعد سمير، هلاقي علي معلول ناحيه الشمال، واحمد فتحي ناحيه اليمين، حسام عاشور. بس انا بقى عشان اكتب وراك واناقشك. اتفضل. شريف اكرامي. شريف اكرامي، واثنين سيرد باكين، رامي ربيع وسعد سمير. احمد فتحي يمين، علي معلول شمال، حسام عاشور في نص الملعب، قدامه صالح جمعه وعبد الله السعيد. بلعب مثلث يعني، عارف، بس مثلث هجومي، مقلوب بس هجومي مش دفاعي. اللي هو بيلعب بعبد الله السعيد وصالح جمعه، وتحتهم حسام عاشور. تمام. وعندي وليد سليمان، وعندي اجاي، وعندي وليد ازار. ده التشكيل اعتقد اللي هو اللي ان شاء الله باذن الله اللي اتمنى اللي دلت اللي موجودين. وعندي برضو في بره في الاحتياط، عندي اوراق كويسه بره برضو يعني، انا مش هلعب اعتمد، عندي مؤمن سليمان، وعندي احمد الشيخ، وعندي حمودي، وعندي اللي برضو عندي لو انا محتاج الناحيه الهجوميه ونوع واحد دفاعي، موجود محمد نجيب، موجود معايا باك من الباكين سواء صبر رحيل او حسين السيد، في يعني انا اعتقد دولت الانسب في المباراه دي. يعني دولت انا اعتقد هم الانسب. وممكن الطريقه على فكره، اعتقد كمان الكابتن حسام على فكره هيغير الطريقه بعد فتره برضو من المباراه، اذا هي ما مشتش معاه لفتره معينه. ليه؟ المباراه هناك، انا هناك ما ينفعش، انا قلت لك ما ينفعش التعادل 1-1، ولا ينفع اي نتيجه لصالح الترجي، و2-2 دخلنا في ضربات جزاء او دخلنا في لكن اعتقد النادي الاهلي وشكل النادي الاهلي هيبقى متغير المباراه دي باي طريقه من الطرق يعني. لكن مش هلعب بالطريقه العاديه اللي احنا بنلعب باربعه واحد، بنلعب احنا مع كابتن حسام باربعه اتنين تلاته واحد، ده اعتقد بعيده شويه. وهيجي وقت من الاوقات هنلعب بفرودين، وده حصل اعتقد. ده اللي كنت عايز اكلمك فيه. اللي هو اجاي ووليد ازارو. الطريقه شكلها ايه؟ ما هو خلي بالك احنا الحمد لله يعني، انت عندك اجاي وعندك وليد سليمان وعندك عبد الله السعيد، في ناس يعني كده بتزيد مع ازارو. ما ينفعش انا العب بفرد واحد ولو الكره من ناحيه اليمين ولا الشمال، ما ينفعش انا ابقى عندي ناحيه العدديه تبقى زياده، لازم عندي ناحيه زياده عدديه، وخاصه المباراه محتاجه الاربعه اللي قدام دولت على طول انا موجودين على الاطراف، لعب في ال 18 عشان اعرف اجيب جون. لكن كده انا هلعب بازارو، لو اجاي ما دخلش، ولو وليد سليمان ما دخلش، ولو صالح جمعه ما دخلش، مش هنعرف نجيب اجوان، هنبقى بعيد عن المرمى. فانا اتمنى ان شاء الله اللعيبه تكون في اليوم ده موفقين، الحاله بتاعتهم كويسه، الحاجات اللي هي ما يبقاش مشدود قوي. الميزه في المباراه ده كابتن ميدو ولعبت النادي الاهلي مروا بظروف دي كتير، ما يبقاش داخل الامور بشده قوي وعصبيه قوي. ندخل بالثقه بتاعتي باللاعب، انا لعيب النادي الاهلي، انا بطل افريقيا، انا واخد دوري وكاس، كل الحاجات العوامل دي لازم تبقى محطوطه في حسابات لعبت النادي الاهلي. عشان كده المباراه قلت لك مش هتبقى سهله على فرقه الترجي بنسبه كبيره جدا، الحمد لله ان شاء الله. الحاله اللي ظهر بها كمان شريف والشناوي واللاعيبه، لا اعتقد ان شاء الله هم يعني، انا مش عايز ادي الحمل قوي على حراسه المرمى ونمسك بقى دخل الجون ازاي، لا لا لا، احنا النادي الاهلي وارد، والاخطاء دي وارده في كره القدم، لا اي حد ناحيه دفاعيه. ما طيب لو احنا اتكلمنا على شريف اكرام في الجون دخل، ما احنا برضو لازم، وبقول له الدفاع عندنا ما ينفعش انا كورنر يدخل ليه كون الكورنر، انت بتقرا افكار على فكره. انا بقول لك انا كنت لسه بقول لهم في الاعداد ينفع نجيب جول اولاني طبعا عشان في حقوق وكده، شايف الجول ده ايه الغلط اللي لا فيه؟ لا ما ينفعش انا ابقى خمسه او ست لعيبه موجودين في ال 18 منهم اثنين ثلاثه في السته، ايه غلطه ويدخل يعني التمركز. تمركز انا في الحاله دي، انا اولا في الناحيه الدفاعيه، احنا قلنا قبل كده على فكره كل الاستديوهات اللي بتحلل المباراه قبل المباراه، احنا كاستديوهات في مصر قلنا يا جماعه خلي بالكم من الكور الثابته بتاعه شمال افريقيا، وما زلنا بنقول وهنقول تاني على فكره، الموضوع ده مش جديد، الموضوع ده قديم. فيبقى المفروض لعيبه النادي الاهلي وخاصه في الكور الثابته بقى مركز قوي، احنا ركزنا قوي 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 بعد ما دخل فينا للاسف الجون الاولاني من الكره الثابته،
تفتكر ان كان لازم الكابتن حسام بدري او ممكن يقول ممكن يكون قال وممكن يكون في يعني قله التزام بالتعليمات اللي هو انت عارف يا كابتن ياسر كان زمان مدربين يقول لك ايه لازم نوقف واحد على العرضه القريبه نوقف واحد على العرضه القريبه واحد على العرضه البعيده في الكورنر مظبوط ماشي او في الثوابت اللي هي تبقى على الخط يعني, يعني خلينا في الكورنر بس واحد على العرضه القريبه واحد على العرضه البعيده بعد كده قال لك لا كفايه واحد على العرضه القريبه مظبوط تفتكر فريق مع فريق الترجي في الضربات الثابته الكورنر خلينا في الكورنر تحديدا لازم نوقف اثنين على العرضه الاولى وعلى العرضه البعيده اول حاجه انت بتعملها اللي انا بمسك انا في سرد انا لو انا سرد باك او انا حارس مرمى طب طب رد عليها في الجزئيه دي لا 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 مش لازم مش يعني لازم. لو كان في واحد واقف على العرضه البعيده ما كان هيشيل الكره دي لا خلي بالك لو انت بصيت هو ده جاي من ورا المدافعين بتوعنا وقام صح حطت الكره أيوة على طول لو كان في واحد على العرضه الاولى ما هو خلي بالك ما الاخطاء لازم تبقى الخطا برضه في كره القدم لكن في العادي لا انا مش بمشي اثنين اثنين انا بضيع اثنين مني حارس المرمى حارس المرمى عندي مأمنني في الزاويه الاخيره اللي هي الاخيره لكن انا يهمني الاولانيه عشان لو اتلعبت على القريبه انا احاول الحقها واشيلها لكن انا حارس المرمى بيشيل لي هنا وهنا عشان كده احنا قلنا خلي بالكم من الكور الثابته من الترجي عشان كده بقول لك العوامل النفسيه بتاثر حتى على لعيب كره القدم احنا بنيجي نقول لعيبه النادي الاهلي او لعيبه مصر خلي بالك لما بنيجي نلعب الجزائر او تونس او المغرب خلي بالكم من الكور الثابته خلاص على فكره بيبقى وتيجي من الكره الثابته خلاص هو بقى نفسيا زي ما احنا بنقول دلوقتي خلي بالك فرقه الترجي هيعملوا حساب النادي الاهلي خلاص بقى عندهم حاله نفسيه اللي هو ممكن يخسر من النادي الاهلي احنا بنوصل لعيبه عشان كده لعيبه النادي الاهلي برضه باكد عليهم فرقه تونس او فرقه الترجي بشكل خاص مش شايفهم حد يعني كان قلقني قوي هو اللي كان قلقني كلهم اللي هم وصل لهم الانطباع عندنا اللي احنا بنخاف من الكوره الثابته هو وصل لهم خلاص احنا الاحساس ده وكمان الاحساس بقى صح اللي انت جبنا فيهم جول من كورس ما انا بقول لك انت تجيبكم انت طبيعي انت تجيب اصلا لكن انت تدخل من كتر ما احنا بنطلع في الاعلام يا جماعه خلي بالكم من الكوره الثابته بقت عندنا بقت خلاص حاجات ثابته اللي الكوره الثابته هي اللي بتخسرنا لا بس برضو من الحاجات اللي هم افريقيا سواء منتخبات او انديه بيمتازوا بيها عشان كده برضو احنا مش عايزين يحصل في اخطاء بالشكل ده او موارد اللي يدخل فيها جون بس اللي لازم في المباراه دي عشان يدخل فيها جون يبقى صعب جدا وجون مش 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 جون يبقى سهل بمعنى صح يعني برضو في نفس حته التشكيله كابتن ياسر شايف مين الاصلح في حته اليمين مفيش ما هو انا قلت لك مفيش غير احمد فتحي في المكان ده لا 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 حته اليمين اللي قصدي على الجزء الهجومي الهجومي لا وليد سليمان وليد سليمان وليد سليمان وليد سليمان مش 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 لازم برضو اللعيبه تعرف اللي فيهم نفس اصلا في الحته اللي قدام دي كتير قوي وخاصه اللي بيلعب تحت الفراوده عندنا اجاي وعندنا مؤمن زكريا وعندنا حموده وعندنا ميدو جابر وعندنا عمرو بركات وعندك عبد الله السعيد وعندك وليد سليمان وعندك انت بتتكلم احنا مش اقل من 9 ل 12 لعيب في المكان ده بس فالمنافسه موجوده عشان كده لما جينا نتكلم على موضوع احمد الشيخ قلت لك هيلعب وهيبقى عنده روح ولو ما بقاش عنده روح هتلاقي نفسه الروح دي بتقابله في الشارع خلي بالك جمهور النادي الاهلي ما بيسيبكش ما بيخلكش بتبقى عايش حياتك سهله لو انت كسبان بيخليك فوق طبعا. ولو انت خسران او اي نتيجه عشان بيخليك هيتعبك طبعا فعشان كده لكن الاصلح في المكان ده في الحاله دي او وما نزل كان عامل شكله كويس هو وليد سليمان يعني كان له يعني دور كبير او شوط ممكن يبقى من الاوراق الرابحه طبعا مع مين مع في الحته في الثلث الدماني ده قلت لك هيبقى صالح جمعه وعبد الله السعيد واجاي ووليد سليمان وازارو الاربعه دولت او المجموعه دي مش هتطلع منهم مش هتطلع منهم هتبقى انت على التشكيله اللي موجوده دي واللي ورا ان شاء الله باذن الله يبقى تركيزهم على اللي احنا ما ندخلش فينا جون يعني تمام يعني وليد سليمان شايفه من الاوراق الرابحه صالح جمعه انت عايز تلعب مع عبد الله السعيد تحتيهم حسام عاشور طبعا احسن انا خلي بالك انت بتتكلم على صالح جمعه وعبد الله السعيد الاثنين كده كده يعني واحد منهم ما شاء الله على فكره عندهم نواحي دفاعيه كويسه قوي يعني عبد الله السعيد وصالح جمعه هنا او هنا لا بيدافعوا كويس وانا مش عايز الاثنين يدافعوا انا عايز واحد منهم يدافع والتاني يريح فدي موجوده لما واحد يدافع والتاني يريح ان كان عبد الله السعيد او صالح جمعه مفيش مشكله وعنده حسام عاشور وعنده الاربعه برضو موجودين فانا عندي كده كده ثوابت موجوده لكن صالح جمعه وعبد الله السعيد كده كده واحد منهم هيهاجم واحد هيدافع
وممكن الاثنين في وقت واحد. على فكره انت ممكن تهاجم بعبد الله السعد وصالح جمعه وجاي وليد سليمان واحد منهم يغطي الاثنين. انا معاك. يعني في شكل كتير قوي. انت بتتكلم على لعيبه النادي الاهلي عندها خبرات ويقدروا امتى يزيدوا امتى انا خسران وعايز اتعادل واكسب. في كتير قوي تغيرات في المباراه نفسها. يعني طب تفتكر ليه كابتن حسام بدري؟ اكيد طبعا كابتن حسام بدري هو ادرى واحد بالفريق أكيد. وطبعا نفسه يحط فريق كمان يكسب 50-0 بالظبط. تفتكر ليه بيبقى مقلق من حته عبد الله السعيد وصالح جمعه؟ لا هو مش مقلق، هو عنده وجهه نظر معينه. هو احنا بنتكلم بنتكلم في سيره تحليل، بنتكلم الشكل اللي قدامنا. لكن هو طبيعي جدا عايز يلعب، هو مش عايز يغير في الطريقه ولا في الشكل. وبرضه هو عنده ثوابت، وده اللي كان منجح كابتن حسام البدري الفتره الاخيره، اللي هو عنده ثوابت موجوده في الفريق وعنده اوراق. ما ينفعش انا بتكلم انا كابتن حسام كمدير فني او احنا كمدير فنيين، انا عايز انزل اخلص المباراه من اول ربع ساعه. لكن هو كمدير فني بيحسب المباراه على 90 دقيقه وعلى 92 دقيقه وعامل لها حسابات. احنا الله يكون في عونه. انا قلت لك الموضوع بقى صعب جدا. ليه؟ انا مباراه زي دي كمان، انا لو انا عايز اكسب او انا عايز اتعادل او انا عايز اوصل نتيجة اللي انا عايزها، الموضوع مش سهل. موضوع ضغط عصب عليا وعلى اللعيبه، وكل ما الوقت بيعدي في مش في صالحي بيأثر عليا. كل ده لا بيبقى الموضوع صعب. لكن تغييرات كتير هو، وده الصح، وده الميزه اللي بيمتاز بيها الجهاز الفني النادي الاهلي. لو احنا قعدنا في الاستوديوهات كلنا واحد قال تشكيل، كل واحد يبقى عنده له وجهه نظر في اللعيبه. على طبعًا فكره طبعا لو احنا ثلاثه قاعدين في استوديو بنحل المباراه، هتلاقي الثلاثه مش هيثبتوا على تشكيل. تخيل بقى المدير الفني اللي معاه 30 ولا 35 لعيب، بيبقى عايز يثبت الاحسن بالنسبه له او الاجهز. عشان كده بقول لك ايه اللي ممكن يبقى في دماغه. يعني احنا ما بنقولش لا انت مفروض، لا طبعا احنا عمرنا ما نقول المفروض يلعب بكذا. احنا بنقول ممكن يكون في دماغه ايه، ممكن يكون، ما هو ده اللي اعتقد ده اللي ممكن الاقرب يخليه قوي قلبه عشان لاعب صالح جمعه وعبد الله السعيد، او ايه الدوافع اللي عنده عشان لاعبهم مثلا الماتش اللي جاي مع بعض. النتيجه ممكن يلعب بديفندر واحد ليه؟ طب ليه ما لعبش بديفندر واحد من هنا وخلص الماتش من هنا بدري؟ او ممكن مثلا يكون في اريحيه. يعني احنا بندي اسئله، بنطرح اسئله، لكن طبعا احنا ما نقدرش نقول للكابتن حسام لازم. لا لا مش هو واحد بفرقته بالظبط، اكيد هو عايز اول واحد كمان عايز ينجح بالظبط. عشان كده برضو لو جيت تبص احنا بنقول الاقرب اللي في دماغه ممكن، اللي هو في دماغه ممكن ينفذ بالشكل ده. يعني هو لو حب ينفذ ممكن ينفذ كده. احنا بنقول وجهه نظر. ليه؟ المباراه اصلا غصب عنك محكمك بكده. ايه اللي انا عايز العب بيه؟ المباراه انا متعادل 2-2، فهو بيحط في حساباته كلها. طب ايه المانع ان انا ممكن، انا بقول لك كاحساس، هو ايه المانع ان انا كابتن حسام او انا في المباراه، ايه المانع ان انا العب بطريقه هجوميه واضغط فرقه الترجي من هناك وارده في كره القدم؟ اللي هو متخيل. وفي واحد ممكن الكابتن حسام برضه يبقى عنده فكر، يقول لك انا برضه عندي 45 دقيقه امتص فرقه الترجي برضه بجمهورها باللعيبه بيه وابدا اشتغل الشوط الثاني وارده برضه. كل دي حسابات هو الادرى بيها. لكن احنا بنتكلم بوجهه نظرنا، وبنتمنى ان شاء الله في احنا الا عوامل مساعده. بنتمنى ان شاء الله باذن الله لعيبه النادي الاهلي تفرحنا، وده اللي متعودين عليه. التاريخ برضو بيقول كده. اكيد التاريخ أكيد. بيقول الحمد لله في المواقف الصعبه لعيبه النادي الاهلي بتبان ومعدنها بيبان. عشان كده المباراه بالنسبه للترجي، انا قلت لك في بدايه الكلام يا كابتن ميدو، مباراه صعبه عليه. وافتكر الكلمه دي كويس قوي، وهيبقوا قلقانين جدا وحاطين في حساباتهم اللي الاهلي بيجي يكسب بالفرق التونسيه في تونس. فدي برضو بتحط لهم ضغط نفسي وعصبي. وجمهورك على فكره ما بيصبرش عليهم. لان يعني عندنا ما شاء الله جمهور النادي الاهلي بعظمته ما شاء الله بيصبر على لعيبه النادي الاهلي للاخر. وبعد المباراه وبقى يقين. وانت حتى من خلال اتصالك بالمهندس بالاستاذ اللي هو شيرين شمس او مع المسؤولين في النادي، قال لك النادي الاهلي جمهور برضه النتيجه وجمهور وراه. عشان كده جمهور النادي الاهلي ما يجيلكش غير وانت في الموقف الصعب. أكيد. ما يجيلكش وانت تاخد بطوله الدوري، ما يجيلكش وانت تاخد كاس، ما يجيلكش غير اللي هو انت حاسس للجمهور معاك. فعشان كده جمهور النادي الاهلي جمهور عظيم. طبعا جمهور عظيم جدا، وحاجه تفرح يعني، حاجه تشرف اي حد بصراحه. كابتن ياسر، لو دخلت في دماغ فوزي البنزرتي شويه، تفتكر بيفكر في ايه؟ تفتكر ممكن يقسم المباراة على ايه، او سيناريوهاته ايه للمباراة؟ بص، هو اي مدير فني في مكانه في النتيجة اللي عملها دي، خلي بالك النتيجة تقلق اي مدير فني، وخاصة النتيجة في صالحه. في صالحه على الورق. لكن علشان تيجي تبص بقى على ارض الواقع وفي الملعب، لا الموضوع بالنسبة له صعب جدا. ليه صعب؟ علشان المباراة هنا 2-2، مباراة نتيجة بالنسبة له
يعني اقول لك نتيجه ممكن تغدر بيا. ليه؟ ممكن النادي الاهلي يجي يبقى 0-0 يجي في الدقيقه الاخيره ممكن يكسبنا 1-0. النادي الاهلي صعب، كل الحسابات ده بتدخل جواه. عشان كده بقول لك هتدخل في المباراه ده العامل النفسي لهم كتوانسه او كفرقه ترجي، اللي النادي الاهلي كل ما النتيجه تبقى 0-0 هناك هو قلقان، فده برضو في حساباته طبعا. الحاجه الثانيه هو برضو بيفكر، طيب انا زمان لعبت مع النادي الاهلي هنا وهاجمت والنادي الاهلي محطوط كان تحت ضغط الجمهور بتاعه، هو استغل ضغط الجمهور. خلي بالك هو هنا استغل ضغط الجمهور، جمهور النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي صار بعويد عايز يخلي النادي الاهلي او لعبت النادي الاهلي تخلص النتيجه من اول شوط. فعشان كده كانت المباراه بالنسبه له هنا كاسهل من هناك. اكيد هنتكلم برضو يا كابتن ياسر بعد ما ناخد نجم النادي الاهلي الكابتن الكبير كابتن رمضان السيد المدير الفني الحالي لفريق المريخ البورسعيدي. كابتن رمضان اهلا بيك. اهلا بيك يا ابو حميد وتحياتي لياسر ريان. كابتن رمضان الله يخليك يا كل سنه وحضرتك طيب وموفق في تجربتك الجديده مع نادي المريخ ان شاء الله. كل سنه وانت طيب يا حميد الله يخليك حبيبي. ربنا يخليك يا رب. كابتن رمضان اكيد يعني كل الاصوات دلوقتي وكل نجوم النادي الاهلي الكبار اللي زي حضرتك دلوقتي كلهم بيتكاتفوا من اجل النصائح للنادي الاهلي وازاي يعدي مباراه مهمه زي مباراه الترجي. حضرتك شايف المباراه مهمه وازاي نعديها من وجهه نظر الكابتن رمضان السيد؟ هقول لك حاجه يا حميد، هي في نهايه المباراه النتيجه هي اللي كانت صعبه، لكن اعتقد في خلال سير المباراه انت عامل ال 15 دقيقه الاولانيين في الشوط الاولاني لعبت ضاغط وحرزت هدف واضعت هدفين، اضعت هدف لوريد ازارو واضعت هدف لاحمد الشيخ، هدفين سهلين جدا جدا جدا. بالظبط. في خلال الفتره دي النادي الاهلي كان بيلعب بالاسلوب الضغط اللي هو الحقيقه مميز جدا جدا بيه حسام البدري الحقيقه خلال الموسم اللي فات من افضل الفرق اللي بتنفذ الضغط في مصر الحقيقه. بعد كده نص ساعه الثانيه من الشوط الاولاني اعتقد ان حصل فيها الضغط فك بشكل غريب جدا 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 وادينا فرصه للفرق الترجي ان هي تعمل استحواذ، ورغم ان كان انا في رايي كان استحواذ سلبي مش استحواذ ايجابي يعني، لكن مسكوا الكوره في وسط الملعب فترات كتيره جدا. الشوط الثاني ابتدينا ننفذ نفس اسلوب الضغط اللي احنا اشتغلنا بيه الربع ساعه الاولانيه في الشوط الاولاني، اعتقد احنا عملنا 45 دقيقه على مستوى عالي جدا في الشوط الثاني وكنا قادرين ان احنا فعلا نصلح النتيجه بشكل كويس قوي. فهي النتيجه بس في نهايه المباراه هي النتيجه صعبه، لكن اعتقد ان احنا عندنا امكانيات ان احنا نلعب مباراة العودة إن شاء الله بإذن الله بنفس الأسلوب الضغط اللي احنا بنتميز بيه الحقيقة في الموسم اللي فات، وفي نفس الوقت لازم يبقى اللعيبة اللي موجودة كلها لعيبة خبرات وعندها مواقف لعب في المواقف اللي هي الصعبة دي كتير. أكيد يا كابتن، يعني حضرتك اتكلمت في حاجة مهمة جدا واللي كانت مميزة أو مميزة للنادي الأهلي وحتة الضغط، النادي الأهلي ضغط من أول مباراة وكان في إمكانه يحرز هدف واثنين وثلاثة فعلا وبعد كده فك شوية. حضرتك شفت فكة الضغط دي كان إيه سببها؟ هل سببها أشخاص أفراد فرد معين سببها تراجع الفريق بالكامل ولا حضرتك شايف إيه يعني بمنتهى الصراحة اللي حضرتك شفتها بيها إيه؟ لا هي طبعا ما كانش سببها أفراد، هي كان سببها التيم كله، لان هو يعني يمكن برضك زي ما بنتكلم على ميزه النادي الاهلي في تنفيذ الضغط، هي تنفيذ الضغط الجماعي مش بينفذوا ضغط فردي، فهم بيعرفوا يضغطوا من الجناب بس ممكن فرد يا كابتن رمضان واكيد حضرتك طبعا ادرى مني بكتير، ممكن فرد واحد او لعيب واحد يفك الضغط كله. طبعا لو مفيش التزام بالظبط، يعني انت لو ضغطت في جنب المفروض بتضغط باربعه لعيبه او خمسه لعيبه في لعيب فك بيفك الجنب دوت. ده السؤال بتاعي لحضرتك، هل هو كان فكت لعيب معين ولا الفريق كله حصل له حاله تراجع؟ لا الفريق كله كان في حاله تراجع والفريق كله ما نفذش الضغط وساب مساحات الحقيقه لفرقه الترجي وادالهم فرصه ان هم يستحوذوا على الاخيره من الشوط الاولاني، لكن انا بقول لك ان الاداء انا في رايي ان احنا عندنا فرصه كبيره جدا 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 لو التزمنا زي ما قلت لك في تنفيذ الضغط، وفي نفس الوقت طبعا الفرص احنا النادي الاهلي في البطوله العربيه او اداء النادي الاهلي في البطوله العربيه او اداء النادي الاهلي في الفتره الاخيره الحقيقه اداء مميز جدا، بس للاسف الشديد في سلبيه رهيبه تضييع الاهداف السهله
في موجوده كتير من النادي الاهلي يا عبد الحميد ان بيضيعوا فرص سهله جدا جدا جدا. الفرص اللي هي ان انت ممكن في خلال نص ساعه تبقى عامل نتيجه سكور مثلا 2-0 3-0. دي حقيقه. اعتقد دي لازم يبقى في تركيز بشكل كبير جدا. وليد ازارو مهاجم على مستوى عالي جدا، عنده السرعه، عنصر السرعه، وده اهم عنصر في عناصر الكره الحديثه. وبيتحرك كويس قوي، مهاجم على مستوى عالي جدا، لكن لازم بيفتقد التركيز في الانفراد بالذات، لازم يركز بشكل كبير جدا. اعتقد ان وليد ازارو بالامكانيات اللي عنده لو ركز في الانفرادات اللي بتجيله ديت ممكن يسجل اهداف كثيره جدا في كل مباراه. تمام كابتن رمضان. اتفضل. انا كمان باكد على حاجه ثاني، ان لازم اللعيبه اللي هيبدا بيها حسام البدر الحقيقه ان يشتغل باللعيبه اللي عندها خبرات. وانا في رايي ان وليد سليمان يبقى لازم يبقى ليه دور اساسي، يبقى موجود من بدايه المباراه. اعتقد ان كمان المفروض النادي الاهلي اعتقد ان هو لازم يلعب كمان ان هو يبقى مأمن وسط الملعب يا عبد الحميد بشكل قوي جدا جدا. يعني انا بقترح كمان على حسام البدري، وطبعا حسام البدري مدرب كبير، ان هو ما يشتغلش 4-2-3-1. انا في رايي انه لازم يشتغل 4-3-3 على اساس ان هو يبقى مالي وسط الملعب، وفي نفس الوقت هو لو اشتغل الثلاثه الديفندر اقوياء اعتقد ان هو ممكن يحرر احمد فتحي ويحرر علي معلول، وده كمان هيفرق معانا بشكل كبير جدا في الناحيه الهجوميه. زائد طبعا وليد، وزائد اذا كان زي ما قلت لك ان المفروض لعيبه الخبرات لو مؤمن زكريا السليم الحقيقه لازم كمان مؤمن ياخد، لان انا في رايي ان لعيبه الخبرات هي اللي تحسم اللقاء ده. اكيد يا كابتن رمضان، انا بضم صوتي لصوتك برضو، يعني مع اختلاف بقى الاشخاص. كابتن حسام طبعا هو ادرى حد طبعاً بافراده، لكن انا عايز اسالك سؤال مهم جدا برضو يا كابتن رمضان. تفتكر الكابتن حسام بدري من الاحسن ان هو في الضربات الثابته بالذات الكورنر او الكورنر تحديدا يوقف اثنين على العرضتين، يعني واحد على البعيده واحد على القريبه، ولا يكتفي بحد على العرضه الاولى وشريف اكرامي للعرضه الثانيه؟ لا، انا في رايي ان هو بيوقف لعيب واحد، لان هو لو وقف اثنين لعيبه طبعا بيبقى على حساب العدد اللي موجود في 18. واعتقد ان هو بوقف واحد على العرضه وشريف اكرامي بيغطي العرضه الثانيه، لكن هي في برضك مشكله الحقيقه في الكور الثابته للنادي الاهلي. هم مميزين جدا يا كابتن رمضان، مميزين جدا ان هم بيحطوا بيحطها على الاولى وبحيث ان هو يزحلقها للبعيد زي ما شفنا كده الجول داخل النادي. ما هو برضه دي كانت مشكله كبيره جدا في الرقابه الحقيقه. لان انت النهارده المفروض في الكرات الثابته القريبه اللي من الجناب او الكورنر لازم تبقى في لعيبه عامله امام المكان، مش ما بيرابوش حد. يعني يبقى في ثلاثه لعيبه عندك عندهم من المكان، والباقي كله واقف في رقابه. يبقى انا العرضه القريبه فيها حد واقف ثابت، في وراه لعيب برضك مدافع من النادي الاهلي، في وراه العرضه البعيده متاخده، يبقى مان المكان ده مهم جدا جدا جدا. وفي نفس الوقت الرقابه بقى اللي موجوده اللي هي المان تو مان اللي وكل اللي داخل 18، اعتقد ان احنا ممكن ما تاثرش علينا الكور الثابته اذا كان الكورنر او الفاولات. كابتن رمضان يعني مداخله مهمه جدا وكلام مهم جدا، بشكرك عليه وكل التوفيق ليك في تجربتك الجديده مع نادي المريخ. ان شاء الله كل التوفيق ليك كابتن رمضان السيد المدير الفني ونجم مصر السابق ونجم النادي الاهلي السابق. ما برضه هترجع برضه لكابتن رمضان، برضه هو نفسه عايز يغير برضه الطريقه. حسام بدري. ها؟ الله يكون في عون الكابتن حسام. اه، ما انا بقول لك هو عايز يغير الطريقه كابتن رمضان السيد، وعايز برضه ومع التامين. يعني هو قال لك 4-3-3 مع الشكل بقى اللي احنا ممكن تلعب مثلث، ممكن تلعب باثنين وتحتهم واحد اللي هو المثلث الهجومي. برضه هتبص هتلاقيه اللي هو عايز يعني يطلع المباراه كل المباراه. بس كابتن رمضان بيتكلم من منظور مختلف تماما، خلي بالك. اتكلم ان انا غير الطريقه بس للدفاعيه، يعني اللي انا مش الدفاعيه ان انا بامن نص ملعبي بثلاث ديفندرات ومحرر احمد فتحي ومحرر علي معلول. مفيش، ما على فكره الطرات كابتن حسام بدر على فكره احمد فتحي متحرر وعلي معلول على فكره مفيش وجبات. طب العكس المباراه اللي فاتت ولا معاهم الطرات الدفاعيه ومعاهم الطرات الهجوميه، يعني هو بيلعب يعني محرر خالص. يعني مفيش حاجه بامانه. انا شايف الكابتن حسام بدر مش في وقت ما تقول له احمد فتحي يثبت، لا انا شايف احمد فتحي على طول كان واخد الطرف اليمين وعلي معلول برضه. فالامور لا، هي لعيبه النادي الاهلي في مواقف بتخليك على طول احنا بنلعب بطريقه هجوميه. انا على فكره ما بعرفش بطريقه دفاعيه. لا خالص خالص. النادي الاهلي خالص من الفرق اللي بتلعب على طول. مش قصدي، هو طريقه التحرك يا كابتن ياسر بتختلف. يعني انا احررك ان انا ما ادلكش وجبات دفاعيه
كتير. لا بس لان في ثلاث ديفندر. انا بقول لك يعني انا بقول لك الله يكون في عون الراجل الكابتن حسام بدري، الله يكون في عونه فعلا يعني، الله يكون في عونه فعلا. وبعدين حته كمان الفرص الضايعه اللي اتكلم فيها كابتن رمضان هي كفيله ان هي تنهي المباراه تماما من اول نص ساعه. مفيش شك كل فرقه بتضيع في كل المباريات قلت على فكره في كل اي فرقه بتضيع، بس احنا بس في مباراه لازم نسبه تركيزي يبقى عالي قوي 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 في كل حاجه. ليه؟ وخاصه المباراه اللي جايه انا المفروض انا الاهدى. انا على فكره فرقه الترجي طبعا مضغوط زي ما انا كنت على فكره جمهور ضغط في النادي الاهلي هنا وكان مسربعنا ان احنا عايزين نكسب. هناك هتلاقي كده مع الترجي جمهوره هيبقى عايزه كده، عايز يكسب وعايز يخلص المباراه. كل ده في صالحنا اللي انا في الوقت اللي هو الترجي عايز يجيب في جون انا ممكن اجيب منه اجيب جون. انا اتمنى ايه بقى؟ اللي انا مش عايز اكسب انا الشوط الاول 1-0. انا بالعكس انا عايز النتيجه 0-0 ان شاء الله اخر دقيقه ولا دقيقتين ان شاء الله. انا بقول لك اتمنى ان شاء الله باذن الله. والله اتمنى بقول لك نفسي انا اتمنى ان شاء الله تيجي في اخر دقيقه ولا دقيقتين تجيب 1-0 الماتش انتهى. لكن طول ما انت بتجيب واحد اتمنى مع لعيبه النادي الاهلي اذا انت كسبان واحد اوعى تفكر المباراه انتهت. ليه؟ المباراه كل ما بتبقى 1-0 هتلاقي الضغط بيزيد عليك، انت برضو خايف لا يدخل في الجون، خايف الفرقه اللي قدامك تتعادل. لكن انا اعتقد لعيبه النادي الاهلي في مباراه زي دي ان شاء الله باذن الله. انا قلت لك في مواقف كده لعيبه النادي الاهلي بتبان فيها، وان شاء الله المباراه دي باذن الله في صالح النادي الاهلي. ده احساس والله. يا رب يا كابتن ياسر يا رب. تفتكر كابتن حسام بدري يعني هيعمل رقابه شويه على مفاتيح لعب الترجي؟ مفيش شك، مش معنى كده ان احنا قاعدين ندي كل حاجه مميزات لينا كلاعيبتنا، لكن احنا عندنا وجبات ثانيه برضو دفاعيه اكتر، وخاصه الفرقه الثانيه برضو مش عايزه تخسر، مش عايزه تطلع من البطوله، وهدفها اقرب مننا. احنا على الورق قلت لك هم احسن مننا على الورق، لكن هم عارفين اللي في ارض الملعب الموضع صعب مش سهل. عشان كده لعيبه النادي الاهلي عارفين مين الخطوط. على فكره احنا ممكن نقول على لعيبه معينه في الترجي لازم نعمل لهم حساب، وهتلاقي لعيبه النادي الاهلي في الملعب عامله لحساب حد تاني خالص. فعشان كده لعيبه النادي الاهلي عارفين مين الاخطر، مين بيمتازوا بايه، نقط ضعفهم ايه. خلاص انت لاعب شوط كامل هنا، الشوط الكامل ده فيه كل حاجه. شفت ايه الدفاع اللي عندهم كويس، وبيهاجموا ازاي، بيدافعوا ازاي، ايه النواحي اللي عندهم كويس، ايه نقطه الضعف اللي عندهم، كل ده هم خلاص اروح. عشان كده الحمد لله واللاعب المصري بطبقته ذكي وصعب اللي انت يعني زي ما بيقولوا ايه تكسب مباراتين ورا بعض، وخاصه قلت لك مع النادي الاهلي. يعني النتيجه ده على فكره انا شايفها نتيجه عاديه جدا. في اوروبا انت بتبص على برشلونه وريال مدريد على ملعبه بيتعادل او بيكسب 1-0 وبيروح يكسب الفرقه الثانيه على ملعب 2-3. فمقاييس الكره في 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 العالم احنا بنعتبر النادي الاهلي احنا ريال مدريد، احنا برشلونه، احنا مانشستر، احنا فرقه كبيره مش صغيره. اكيد طبعا اللي النتيجه دي على فكره النتيجه دي ما تقلقناش خالص. ليه؟ احنا عشان كده قلت لك المباراه على شوطين، الشوط الاول كان في القاهره، الشوط الثاني هنبقى هناك ان شاء الله. يكون مع لعيبه النادي الاهلي هتبقى ان شاء الله باذن الله هيفرحوا جمهور مصر كله ان شاء الله. يا رب يا رب. اخر سؤال هساله لك علشان نختم حلقتنا الجميله دي يا كابتن ياسر، متوقع مين يكون متالق المباراه الجايه ان شاء الله قوي؟ بص هي انا بقول لك المباراه يعني اتوقع طبعا ان شاء الله واتمنى باذن الله شريف اكرامي يكون نجم المباراه. اتمنى ان شاء الله باذن الله ده ان شاء الله اللي هيحصل باذن الله. تفتكر وليد ازارو اعتقد يعني مش هتطلع برضو بين يعني اللي هيبقى متالق هو الناحيه الهجوميه عندنا ان شاء الله، بين عبد الله السعيد، بين ازارو، بين وليد سليمان. يعني اعتقد الثلاثه دولت هم اللي ممكن يبقوا واحد منهم نجم المباراه. ليه؟ المباراه هناك برضو عايز سرعات، مش معنى ان انا قلت لك صالح جمعه يلعب يبقى هو يبقى لا، صالح جمعه وجوده في الملعب ضروري اكيد، واتمنى ان شاء الله يبقى من نجوم. بس انا بقول لك الملعب هناك هتبقى محتاج سرعات، السرعات هتفرق معانا قوي هناك. نورتنا وشرفتنا. شكرا كابتن ميد، ودايما بتشرف بيك. شكرا كابتن، شكرا كابتن حسام. طيب يعني الترجي ليس بالفريق المرعب نهائيا يا جماعه، وحضراتكم شفتوا في استاد برج العرب النادي الاهلي كان مسيطر قد ايه. زي ما قال كابتن رمضان احنا فكينا بس شويه من الضغط وفكينا من حماسنا شويه بعد ربع ساعه بعد ما احرزنا الهدف. ان شاء الله النادي الاهلي قادر ان شاء الله ان هو يرجع بمكسب ان شاء الله يفرح جماهيره ويفرح كل الناس اللي بتحب النادي الاهلي. كل التوفيق النادي الاهلي، الله يكون في عون كابتن حسام بدري، الله يكون في عون جماهير النادي الاهلي. يعني مباراه للتحدي، مباراه للتاريخ، والنادي الاهلي معودنا ان هو دايما بيكسب هذه التحديات. ان شاء الله كل التوفيق النادي الاهلي وجماهيره. نورتوني وشرفتوني، مع الف سلامه.